عبد السلام الجلو، مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا. صافا؟ الله يحفظك. الحمد لله. كلشي بخير؟ الله يلا بخير. اش كتعمل؟ بخير الحمد لله. احنا رباط ولفنا. والفتح؟ والفتح ولفنا 5 سنين دابا في الرباط. دونك الحمد لله ولفت من في الرباط. الاجواء مزيانه. ترونكيل كما كنقولوا بخير الحمد لله. مزيان. عبد السلام بغيت نهضر معك على انت بديتي في وداد فاس. هذاك هو لو كلوب فورماتور ديالك، كيفاش دخلتي للكره؟ واش نقول لك، انا اصلا مع عائله كتبغي شويه الكره. ديجا الوالد ديالي الله يرحمه كان في وداد فاس اديرون، كان مسير في الفرقه. ابري الوالد ديالي خويا كبير مني ب 10 سنين، دونك كان كيلعب في وداد فاس قبل. دونك انا كبرت في عائله شويه كتبغي الكره. دونك في 98 ابري لا كوب دي مون ديال فرنسا، بعد دخلت الكره، دخلت ميني من وداد فاس. دخلني الحاج عبد الرحمن السليماني هو اللي دخلني لوداد فاس. دونك بدات صغيره ابري لا كوب دي موند، كانت عندي كما كنقولوا لونفي انني باش نكون لاعب، سيرتو مورا الاقصاء ديال المغرب في كاس العالم 98، كان مع البرازيل مع النرويج. المهم كان داكشي دونك المغاربه كاع تاثروا بداك الاقصاء. دونك انا كانت عندي لونفي انني ندخل نلعب الكره، كنت كنلعبها في الحومه كما جميع لعبه. من بعد دخلت كما قلت وداد فاس، دخلت على جوج دو 13 دخلت صغير الميني. وابخي ابخي من وداد فاس مشيت لمغرب فاس. وداد فاس خداوني المغرب فاسي، كنظن في 2003. ابخي 2003 درت لاكوب دافريك مع فتحي جمال، درت لاكوب دي موند مع فتحي جمال. ابري لاكوب دي موند هي فين مشيت لليكوس. كي دايره العلاقه ديالك مع فتحي جمال؟ واش نقول لك، الا بغيت نضل كان فتحي جمال خصنا شي 5 سوايع، لان ما نقدرش نهضر عليه في دقيقه ولا جوج ولا كاع حتى 10 دقائق، صعيب. لان ولكن هو اللي كان سبب في المنتخب. هو كان السبب، لان لعبت مع منتخب الشبان، هو اللي كان عليه الفضل على جنب بزاف ديال اللعابه، ماشي غير انا، بزاف ياجور، بزاف رابح، بزاف ديال اللعابه اللي كتشوفهم دابا في البطوله. فتحي جمال هو السبب بعد الله سبحانه وتعالى. كنكون فتحي جمال هو السبب ديال مجموعه من اللاعبين، كان عاوننا بزاف، لان ذاك الوقيته ما كانش الميديا بحال دابا، وكان كيخدم معنا بحال واحد بانا صراحه، هي بحال شي واحد خدام مع ولادو. دونك عاوننا بزاف بسبب ديالو، لان انا اصلا الالتحاق ديالي بسكوتلندا، كون ما كنتش لاعب لا كوب دي موند وما لاعبش لا كوب دافريك ديال لي جون، ولعب واحد المومبر ديال الماتش في ليكيب ناسيونال، ما نقدرش نمشي. واصلا فاش مشيت كان الاتحاد السكوتلندي طلب مني واحد الورقه من لا فيدراسيون، كوم كوا زعما خصني نكون جوستيفيكاسيون باني لعبت واحد لو طون ديال لي ماتش بحال هاد القضيه اللي ولات عندنا حنا دابا. كوم كوا انني غنكون ان اسبوار، زعما غنقدر نلعب في ليكيب ناسيونال ا. وكان من ذاك الوقيته في 2006 كان فتحي جمال هو الديريكتور تكنيك، كان ولا هو المدير التقني ديال المنتخبات الوطنيه. دونك هو اول ما عيط له فهو عاوني وصيفط لي الورقه هذه وعطيتها للجامعه، ودرت جوستيفيكاسيون باش نقدر نلعب في سكوتلندا، لان بريطانيا صعيب خصك تكون ضروري انترناسيونال باش تلعب في شي فرقه في سكوتلندا ولا في الانجليز. وفي سكوتلندا فاش مشيتي لعبتي مع واحد مغربي واحد اخر في نفس الفرقه اللي هو مروان زمامه. وي. جوج مغاربه صحاب تعاشرتوا لعبتوا في فرقه واحده، عاود لينا على هذه الاكسبيرونس. اكسبيرونس زوينه، لان كانوا اول مغاربه غيلعبوا في ذاك الفرقه. مشيت للفرقه ديال سكوتلندا قبل من مروان بواحد 6 سيمو، من بعد عاد جا مروان. كنظن بان كانت تجربه يعني احسن تجربه في حياتي، لان اكتشفنا ثقافه اخرى، اكتشفنا بلاد اخرى، اكتشفنا فريق اللي اول مره كيلعبوا فيه مغاربه. الحمد لله كان فوز بالكاس في 2007، اللي الفرقه ما كانتش 20 عام ما فازتش باي لقب، وكان فوز بكاس سكوتلندا. فكانت تجربه رائعه. عاونك شويه ما حسكش بالغربه وليتي كتقول بطبيعه الحال. فاش جا مروان، لان اول ما مشيت في 2006 فكنت حسيت بالغربه، كنت صغير، كنت عندي 21 سنه، فحسيت بالغربه بزاف، لان اول شيء ما كنتش كنهضر بالانجلي، ثاني شيء كنت ساكن بوحدي وكنت صغير. دونك جميع الاشياء اللي تقدر تطبق على شي واحد في الغربه كانت تطبق عليا انا. مور فاش جا مروان بطبيعه الحال، مروان تاهو كان بوحدو، دونك تاهو ما كنا بجوج بين توانسنا، كنا ساكنين في امبل واحد، هو في الدوزيام انا في التروازيام. دونك جي عندها تمشي عندو بطبيعه الحال، نطيبو طاجين بجوج بينا، كان هو اللي كيطيب طاجين ماشي انا. دونك شنقول لك، زولنا على بعضياتنا شويه ديال الغربه قاصه الصراحه، هي هذه سيرتو فاش تكون صغير.
مزيان. عبد السلام انت كنت اديرون في الرجاء، يمكن هذه قليل الناس اللي كيعرفوها، كنت اديرون عامين، علاش؟ علاش اديريتي؟ منين جاتك هذه الفكره انك تاديري في الرجاء؟ اول حاجه ملي كنت صغير ما كنبغي الرجاء صراحه، كنبغي رجاوي، كنبغي وداد فاس والرجاء. لا ما كاينش بغي جوج فرقات. لا وداد فاس هي الفرقه ديال الام، هي الفرقه ديال فين كبرت، فين 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 كبرت العائله كامله، وكنبغي الرجاء لان داكشي اللي ما كانش وداد فاس كنت كنبغي في الرجاء، لان وداد فاس ما يمكنش دير القاب، ما يمكنش تلعب كره. كانت وداد فاس دوزيام ديفيزيون بريمير ديفيزيون، يعني الرجاء كانت كتعجبك ولا كنت كتبغي بلو جو ديالها؟ لا كانت كتعجبني صراحه، كانوا فيها لعابه كبار وهذا، كانوا لعابه. وجيت ذاك الوقيته فاش كبرت كانت الرجاء عاوتاني في الطوب، داو 6 سنين البطوله متابعه، داو الشامبيونز ليغ، دونك كانت الرجاء هي الطوب في المغرب. انت كنتي غتسني في الرجاء واحد الوقيته؟ بامال دو فوا. وي بامال دو فوا. وعلاش؟ شنو اللي عكس؟ واش انت ما بغيتيش ولا؟ لا ماشي ما بغيتش الصراحه، كانت ثلاث المرات، مره كان عبد السلام حانات هو الرئيس ديال الرجاء، مره كان بودريقه هو الرئيس ديال الرجاء، والسنه الماضيه حتى هو كان باقي بودريقه، عام ونص كان باقي بودريقه، كان فتحي جمال مدرب من بعد روما، جانو بلاصه واحد المده صغيره هي فاش رجع الراقي وجا قديوي. دونك كنت فاش كان بنشيخه مدرب، دونك كانوا مجموعه هذا، ولكن ما كتبش، كانت مفاوضات الصراحه. مشيت لتيرا الرجاء، جلسنا مع الناس، جلسنا بامال في محمديه، المهم بزاف، ولكن ما كتبش. مرتاح انت دابا في الفتح؟ واش غادي نقول لك؟ الا واذا رجعتني للور وكنت نقدر نعزل الفرقه اللي نلعب فيها حياتي كامله، نعزل الفتح اسبوان صراحه. واذا رجعتني للور وكان بامكاني نعزل مدرب لعب مع حياتي كامله، نعزل الركراكي. انت قريب الوليد بزاف صراحه، الكاركتر ديالو مره كيبان لينا كيهضر مزيان، مره كيبان لينا كيبروفوكي في الكلوب الاخرين. ما جاوبتي قلتي كل شيء. هو اللي تنقول لك انا قريب منه بزاف، لان بحال خويا الكبير صراحه. مي هو اكزيجون صراحه معنا حنا اللعابه، اكزيجون بزاف، كيطلب بزاف من اللعابه، ولكن شنقول لك، هذه طريقه ديالو، هذه طريقه جديده ما كايناش في المغرب، ما كايناش. الناس حنا في المغرب مدربين كاملين مخبعين، ما كيهضروش بزاف، كيخافوا بزاف صراحه. نقول لك مجموعه من المدربين لعبت معاهم في المغرب، هو اللي في قلبه كيقول خوافه، ما يقدرش يقولوا، حتى في لي ماتش خوافه، ما تيقدروش يهجموا، ما تيقدروش يلعبوا الكره بزاف. نقول لك صراحه، واخا نقدر نمشي من الفتح ولعب مع مدرب اخر، ولكن كنقول الصراحه في المغرب درت جوج مدربين اللي عندهم كاركتر مختلف. محمد فاخر دوز في المنتخب عنده كاركتر مختلف، ما هو اكزيجون، وكما كنقولوا مدرب ديال الخبز، ودوز الركركي اللي مطلوق اليز مع اللعابه، كيضحك مع اللعابه، مي اون ميم طون قاصح. عبد السلام انت وشويه الكره ياك، انت مزوج عندك شي وليدات؟ عندي رايان 5 ايدمي، وعندي ايناس عام ونص دابا، وصافي وصافي حبسنا وسالينا صافي الحمد لله. بارك الله يخليهم لك. فوقاش تزوجتي وكيفاش تلاقيتي مع المادة؟ تزوجت في 2010 الوالده اختي، عندي اختي ساكنه في اسفي، دونك المدام ديالي من اسفي. الوالده هي اللي كانت عند اختي في اسفي، دونك باش نعاود لك ليستوار، كانت عندي اختي في اسفي، كنت انا في اسكتلندا، عيطوا لي في التليفون قالوا لي لقينا لك المراه هكا، قلت لهم مرحبا الا كانت بنت الناس ولا شي حاجه. دونك انت ما عندكش مشكل ديال ان العائله تختار لك؟ ماشي انت شي وحده تكون كتعرفها ماشي مشكل، انا حاجه جات من عند الوالدين مرحبا، ما كاينش مشكل. والحمد لله داروا احسن حاجه درت في حياتي، هو ان الوالدين عزلوا لي المدام ديالي، لان الحمد لله ونعم الاختيار صراحه حياتي. عبد السلام دابا انت عندك 32 زون ياك، يمكن ما بقى لك والو تسالي الكره، باسكو بون تبقى تلعب حتى 40 طون داك الشيء، ملي تبغي تسالي شنو تبغي دير؟ تدريب ولا تمشي دير شي قهوه شي بروجي؟ انا عارفه كاع اللعابه ملي كيساليو كيمشيو يديروا قهوه. واش غادي نقول لك؟ انا دابا الركراكي كيقول لي خصك دير مدرب، الدراري اللي معايا كيقول لي خصك دير مدرب، وانا كنفكر صراحه نبقى في التدريب، لان هذيك التجربه ديال برا عاونتني بزاف ديال الحوايج. دابا التجربه في بطولات، التجربه ديال المدربين بزاف، عشت مع مدربين صراحه مزيانين. صافي قلت لك فريدريك راكي، الا كنت نقدر نختار نختار فريدريك، ولكن عشت مع مدربين مزيانين، جمال السلامي، محمد فاخر، فتحي جمال، بزاف ديال المدربين، كل واحد كتاخذ منه شي حاجه شويه تجربه صراحه. كل واحد كتاخذ منه شي حاجه، كتقول هذا مدرب ديال برا عاوتاني فيلوسوفي اخرى. مي كنظن بان الا ساليت غادي نبقى في مجال التدريب، واخا بعض المرات كنقولها التحليل وهذا، ولكن مازال ما عندناش في المغرب
صراحه قنوات اللي تقدر دير فيهم التحرير اخا عبد السلام. شنو الماكله اللي كتعجبك؟ كطيب بعدا ولا والو؟ لا والو والو، كلشي مسكين على المدى. انتي كويزين كتدخل الكوزين؟ كتدخل تجيب؟ كندخل الروم تشرب. صراحه كندخل الا دخلت الكوزينه عرفي شي حاجه غطيح في الارض، شي حاجه غتلون، ها كندخل الكوزينه المعلمه كتقول لي يا من فضلك غادر المكان. صراحه ما كندخلش الكوزينه قليل، الا ما كانش المعلم كندخل، كندخل كنخربق. انا عندي مع العصير، العصير نصوب لك عصير. شنو العصير تصوب؟ عصير باناشي اللي بغيتي، عصير نخرج لك عصير احسن من ديال المحلاب، احسن من ديال المحلاب، احسن من ديال اصحاب العصير. هادي في رمضان خاص بالعصير، انا انت تصوب العصير، هي تصوب الحريره وداك الشيء. نصوب العصير صافي، حيت ما عنديش مع القهوه دونك كنصوب، ما كنشربش القهوه. سي فغي ما كتشربش القهوه. القهوه ما كنشربش لافوكا، هي جو دورونج. القهوه ولافوكا ما يمكنش، امبوسيبل. عبد السلام شكرا بزاف، تهلا في راسك. شكرا. تهلا في وليداتك، في المدام سيغتو. بيان سيغ. سلم عليها بزاف. شكرا، مرحبا بسلامك وشكرا بزاف. و نتمنى لكم النجاح ان شاء الله. ان شاء الله. ايميسيون مزيانه. بارك الله فيك. نتمنى لكم النجاح والسكسي ان شاء الله، تزيدوا القدام ان شاء الله. ان شاء الله. نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله. مرحبا. شكرا.